دايما بتكلم على دور الجمعيات الأهلية في المجتمع. مصر لا تستطيع الحكومة وحدها أن تفعل كل شيء، ويجب أن يكون هناك دور كبير لهذه الجمعيات الأهلية. على مدى 20 سنة اللي فاتت خلاص بقى في أسماء زي ما دايما بقول هي جديرة بالثقة وأعمالها تدل عليها، يعني خلاص الاسم ده معروف إن هو ده موجود للخدمة المجتمعية، بيشغل الشباب، بيساعد الأرامل، بيقف جنب الناس العيانة، بيقدر إن هو يرمم بيوت، يعمل أسقف. خلاص يعني المسألة أصبحت عمل إحنا بنتوقعه منهم، والناس بتثق فيهم وبتتبرع لهم لأنها بتشوف إنجازاتهم على الأرض بشكل دائم. ممكن جمعية ما والله لا دي بقى لها سنة، دي بقى لها سنتين ما شفناش ليها شغل، ما عرفناش عملت إيه. إنما لما تلقى حد قام بترميم قرى كاملة في الشتاء بيبعت البطاطين لآلاف، في رمضان بيبعت الوجبات للملايين، خلاص انت بقيت عارف ان هو ده المكان الجدير بالثقة، الجدير بالاحترام، الجدير بالمساندة. ومؤخرا جمعية الأرمان عملت إعادة إعمار لعدد من المباني المتهالكة وفي نفس الوقت طبعا كمان فرشتها. الأستاذ محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأرمان، أهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا أستاذ عمرو، أهلا بحضرتك وبكل سادة المشاهدين. قل لنا ايه اخر اعادة الاعمار في القرى المصرية؟ نحن يعني عارفين طبعا ان في قرى حالتها صعبة جدا وكانت محتاجة يد العون، ودي قرى كتيرة، ولكن انتوا بتشتغلوا واحنا شايفين مع بعض دلوقتي شكل القرى قبل ان تمتد لها يد الأرمان. الحمد لله احنا في جمعية الأرمان استاذ عمرو يعني حضرتك يعني من اكثر المتابعين المجتمع الأهلي في مصر ومن أكثر الداعمين، يعني بنشتغل في موضوع إعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجا من سنين كتير جدا. الحمد لله وصلنا وأنا بكلمك دلوقتي تقريبا 60,000 منزل تم إعادة تأهيلهم وإعادة إعمارهم في حوالي 1200 قرية. أنا بشكر كل المصريين اللي بيساهموا معانا بتبرعات لصالح إعمار هذه المنازل وهذه القرى الغير آدمية بالمرة. يعني حضرتك أنت شايف الصور دي، ناس كانت عايشة في الأماكن دي. الحمد لله إحنا بنروح وبننزل القرية وعندنا المشروع مسمينه مشروع أقف القرية فقيرة. أقف القرية فقيرة مش بس احنا بنخاطب شركات والقطاع الخاص والأفراد بيشتغلوا معانا وبينزلوا معانا بنفسهم يشوفوا الشغل على الأرض. الحمد لله زي ما قلت لحضرتك وصلنا لأكثر من 60,000 منزل تم إعادة تأهيلهم بالكامل. بننزل القرية، البيت اللي حضرتك شايفه ده بيزال تماما او بيعاد تأهيله تماما، سيراميك جديد، مية، كهرباء، حمام جديد، فرش جديد، اكيد في صور هتيجي بقى البعض ان شاء الله. بنوعد حضرتك كمان الفترة الجاية ان احنا عندنا مشروع أقف القرية فقيرة بنتوسع فيه بطريقة كبيرة جدا جدا وخاصة في محافظات الصعيد. الفترة اللي فاتت دي احنا مسلمين اكتر من 5 أو 6 قرى فيهم حوالي 289 او 300 منزل. القرية يا استاذ عمرو لما بننزل فيها مش بنعمل بس فيها البيوت، احنا بنعمل فيها مشروعات صغيرة، بنعمل فيها عمليات قلب، عمليات عيون، بضخ في القرية 5 أو 6 مليون، بشغل القرية بالكامل. بتاع المحارة بيشتغل، بتاع الكهرباء بيشتغل، السباك بيشتغل، بحاول اشتري المواد اللي بنستخدمها في إعادة الإعمار. يعني انت بتعمل تشغيل في القرية نفسها، ابناء القرية حتى وهم بيشتغلوا يبقى عندهم يعني سهولة اكثر وحب اكثر للي هم بيعملوه، بيشتركوا في الشغل وبيكسبوا كويس جدا. وفي نفس الوقت بحاول كمان يا استاذ عمرو ان احنا نشتري المواد المستخدمة سواء سيراميك او دهانات او كهرباء من القرية نفسها ومن القرى المحيطة، بنحاول بقدر الامكان نشغل المجتمع المحلي. وحضرتك الموضوع ده يعني بيلاقي يعني الحمد لله بيلاقي يعني استجابه كبيره جدا جدا من الداعمين، من سواء كانت شركات او بنوك او متبرعين افراد، لان احنا كمان بنصر في جمعيه الأرمان ان احنا نقول للناس تعالوا معانا شوفوا البيوت قبل وبعد. بنقول للمتبرع تعالى شوف انت يعني حولت حياه اسره من ايه لايه،
الأسرة دي كانت عايشة، المطرة بتنقط عليها والحمام يعني مفيش حمام، وي وي وي. احنا بنحاول بقدر الامكان نعمل حاجه كويسه جدا باقل تكلفه. الاسره نفسها يا استاذ عمرو بتتنقل حتى كمان نفسيا، الولاد واللي في المدرسه ولا بنت بتتخطب ولا ولا ولا، الاسره نفسها بتتحول من حال لحال. الحياه في مكان نظيف، في ميه نظيفه، في حمام نظيف، في حياه، يعني هنقول ايه اقل حاجه نقول عليها حياه آدمية. يعني طب انتوا بتنقوا القرى دي ازاي يا استاذ فؤاد؟ احنا يا استاذ عمرو عندنا فروع في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، مكاتب إدارية لجمعية الأورمان دائمة في جميع المحافظات. عندنا إدارة المشروعات وإدارة المتابعة، بنقدر ننزل على الأرض بالتعاون مع منتديات التضامن الاجتماعي، بحث دقيق جدا 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 على الأسرة. وطبعا يعني زي ما حضرتك شايف كده الحال، البيت يعني اي حد يروح بيت زي ده يقول لك لا لا يستحق. طبعا البيت زي ده طبعا لو صاحبه قادر ان هو يعمل له، بس يعمل له سقف يعني الراجل الدنيا بتمطر والامطار السنه دي كانت فظيعه، هو قاعد في الميه على طول. يعني احنا بنحاول بقدر الامكان ناخد الاسره الاكثر احتياجا داخل القريه، ممكن نخرج من القريه وندخلها تاني نكمل فيها، علشان بقدر الامكان يعني بنحاول بقدر الامكان عن طريق الداعمين والشركات والمتبرعين بتوعنا ان احنا ندخل القريه ونطلع منها فيها تشغيل، فيها مشروعات صغيره، فيها قوافل طبيه، فيها اعاده اعمار منازل، فيها بنعمل توصيلات ميه نظيفه. الحمد لله موصلين عشرات الالاف من توصيلات الميه النظيفه في محافظات مصر بالكامل. وبنوعد حضرتك ان احنا الفتره الجايه ان شاء الله نركز على الموضوع ده، لان الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، وهو يعني نقل الاسره من حياه وحال الى حال اخر. طب هي القريه بتاخد منك وقت قد ايه يعني؟ 3 شهور يا استاذ عمرو. كويس. من اول ما بندخل القريه لغايه ما نخرج منها 3 شهور. الحمد لله وعندنا دلوقتي يعني قاعده بيانات كويسه، عندنا وعندكم خبره وعندنا خبره الحمد لله عن طريق الناس بتوعنا اللي بتشتغل على الارض، فتمرسنا جدا جدا. احنا بقول لحضرتك احنا اشتغلنا في 1200 قريه، اكتر من 60 ل 65000 بيت عملناهم الحمد لله، فده انجاز كبير الحمد لله. يعني بنامل ان الانجاز ده يبقى اضعاف كده، وبنامل ان ما يبقاش في بيت في صعيد مصر او في بحري او في اي قريه من قرى مصر زي الصوره اللي موجوده على شاشه دلوقتي، يبقى كله موجود وكله يعني بيوت جميلة وناس تقعد في بيوت نظيفة وحياة آدمية. الأستاذ محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.